وسهلا بمشاهدينا. طبعا الأجواء إيجابية والأمور خارقة للعادة، الجمهور حي والجمهور يعني قاعد يساند في المنتخب الوطني التونسي، والآمال كبيرة المرة هذه على المنتخب أنه بالفعل يفيق ويصحصح، يفيق ويصحصح ويقدم المردود والمستوى اللي ينتظروه التوانسة الكل. فرصة لا تعاد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أنه يتصالح مع الجماهير، أكيد جماهير غاضبة وهذا من حقها، لكن أكيد عندما يتعلق الأمر بمباراة النهار الاثنين الناس كل بالساند، الناس كل بشكون وراء المنتخب حتى يحقق الترشح ويتصالح مع جماهيره الغاضبة. التمارين تدور في ظروف طيبة، والمعطيات والأخبار القادمة من الإسماعيلية تؤكد أن المنتخب قاعد يحضر في ظروف نفسانية طيبة، خاصة وأن المدرب نزل من برج العاجي وقاعد يتواصل ويشارك الإطار الفني المساعد كل ما يتعلق طبعا بالتمارين والأمور الفنية، وأكيد تغييرات كبيرة سنشاهدها في مباراة غانا. إن شاء الله المنتخب يكون في مستوى الأمان المعلق عليه. سي منذر، كل الأخبار القادمة من الإسماعيلية تؤكد أنه الأمور عادت إلى نصابها على مستوى العمل، على مستوى إشراك بقية الإطار الفني والتشاور اللي ما كانش موجود ومغيب تماما في بداية الدورة. وهذا نعتبره أنا شيء إيجابي، وإن شاء الله باش يكون حاسم للدور الجاي. تكلمت برشا إيجابية، وهذا نحسه لكونه المنتخب في حاجة باش نخفوا معاه نظرا للفترة الصعيبة اللي تعداو بها، واحنا هذا دورنا في الفترة هذه على خاطر عندنا ثقة فيهم ومأمنين بهم، يسون كابابل باش نجموا يمشوا لبعيد. أنا نقول لك اليوم فما حقيقة اللي احنا موجودين في الدور الثم نهائي. احنا موجودين وخذينا الفرصة هذه اللي اعطتها لنا الترشح نتاعنا، وإن شاء الله كما قلت أنت الفرصة هذه نحاولوا نستثمروها وننجحوا فيها. اليوم فما ميساج لازم يتعدى للملاعبية، سكو الانتصار هذا والترشح هذا هو انتشار ضد الشك وضد المشكين، الناس اللي شكت حتى في امكانيات الملاعبيه ومام حتى في الوطنيه نتاعهم ومام حتى في الروح، وهذه فرصه جاتهم باش يعديوا ميساج شنو هي الفالر نتاعهم. الانتصار هذا هو انتصار ان شاء الله وترشح للايقاف السلسله نتاع 3 ماتشات اللي احنا ما ربحناش، وان شاء الله تكون بدايه سلسله نتاع النجاحات والترشحات توصلنا للدور النهائي. وزاد كيف كيف انتصار باش يرجعوا حب ودعم وثقه الجماهير نتاعهم ويخموا في الجمهور، خاطر الجمهور من الاول كان متغشش وكان ماهوش راضي على المردود هذاك، يحطوا في مخاخهم اللي كانوا راهو لفات اللي باش نترشحوا لفات باش نتعداو راهو الجماهير الكل باش تحطهم في عينيهم. وزاد كيف كيف الميديا والانتقادات والكريتيك اللي خذوهم في الفاز الاولانيه من حقهم هما باش ياخذوا شويه كلام باهي وكل شيء، وهذا ما يجي كان ان شاء الله بالترشح في ضد غانا ان شاء الله. سمير، الوقت اللي صارت القرعة وكانت تونس في المجموعة الخامسة مع المنتخبات اللي معانا، لكل ملاحظين لكل التوانسة والعرب بيقولوا أن المنتخب التونسي كان مش يتأهل بسهولة وهو الأشجر وهو الأقوى وكذا، فحقيقة الميدان كانت مغايرة ومخالفة، ضغوطات كانت كبيرة على المنتخب التونسي. المنتخب التونسي في دوري المجموعات المجموعة نتاعو كان مطالب هو بصنع اللعب، المنافسين نتاعو كانوا محتاطين منه، فبالتالي وجد صعوبات. اليوم المنتخب التونسي باش يلعب الماتش نتاعو مع غانا ماهوش في ثوب الفافوري، مش يلعب في ثوب ربما حظوظنا اقل من غانا اللي اقوى منا وكذا، فبالتالي حتى على مستوى تحضير الماتش نتاعنا مش يكون تحضير مختلف تماما على التحضير تاع 3 ماتشات الاخرين، حتى ربما نتصور على مستوى الشكل التكتيكي والملاعبيه مش يكون امور مختلفه تماما، وبالتالي هذه عامل ايجابي بالنسبه للمنتخب. العامل الثاني هو ربما تنقيه الاجواء مع بين الان جيريس وبين المساعدين نتاعو، مساعدين اكفاء وعندهم وزنهم وعندهم خبرتهم وتوانسه بالاساس ويحبوا المنتخب هذايا، فبالتالي لما يتواصل معهم، لانه في الاول منظر ما كانش الفيزيوناج والتحضيرات، يدخلوا للانترينمون ما يعرفوش شنو الكونتينيو شنو مش يرانيو،
صغار راهو حاجه مخطره ياسر. شنو معناها انا مدرب مساعد؟ انا ما نقبلهاش، ما نجمش نقبلها. هذاك علاش حكينا المره الاخرى يدخل لونترينمون ما يعرفش شنو هو لونترينمون، شنو هو الكونتوني، شكون باش يترينا، كيفاش باش يترينيو، شكون باش يلعب، شكون ما يلعبش. معناها هو كان وحده المدرب يحضر التحضيرات نتاعو ويحضر يعمل فيزيوناج ويحضر الامور الكل مع البريباراتور مونتال اللي ماهوش دوره، مع البريباراتور مونتال اللي هو ماهوش دوره، هذا حجم اخر فوالا. دونك انا علاش وقتها قلت يلزم من واجب المساعدين، وقتها فتحي كذلك كيف كيف بحذايا قلت له انت تواجهت السؤال الفتح، قلت له انت كان جيت مساعد شنو هو رد الفعل نتاعك، شنو موقفك؟ قال لي الكلمه الاخيره عند المدرب. اوكي الكلمه الاخيره عند المدرب، لكن انا زاد كمساعد لازمني نتكلم، لازمني نقول، لازمني نبلغ نبلغ للمسؤولين، نبلغ رئيس الجامعه ونقول بحقيقه الامر. فبالتالي لما علم رئيس الجامعه وعلموا الناس الكل اللي المدرب هذايا قاعد يتصرف وحده، وقع التنبيه عليه من الاخر، وقع التنبيه عليه. يا اما تتعاونوا مع المساعدين نتاعك وتخدموا ماتشوكم مع بعضكم وتحضروا كل شيء مع بعضكم في مجموعه طيبه واحد، وما كانش تمشي على روحك، هذه الحقيقه الواقع. فيقبل انه يتعاون، وهذا هو الحاجه الباهيه اللي توا معناها يقعدوا ستاف كامل، هذه فكره منا وهذه فكره منا وهذه فكره منا، نجموا نخرجوا بنتيجه ربما باهيه. فبالتالي انا نظن انه الاجواء توا في المنتخب التونسي خلق العادة وباهية، المنافس قوي ومنافس كبير. اوكي متفقين معاه، لكن راي غانا نتاع السنة ماهيش غانا نتاع عامين ثلاث سنين، ماهيش غانا هذيك، غانا اقل مستوى السنة، حتى الفريرا يو وجيانا سموها ما يلعبش وعندهم برشا مشاكل وفهمتني. دونك ماهوش غانا اللي نعرفوها قبل. دونك نجموا اذا كان نلعبوا بالامكانيات نتاعنا، بالتركيز نتاعنا، بالروح نتاعنا، بخطه تتماشى مع وضعيه الماتش، نجموا نخرجوا منه. فبالتالي متفائلين الناس الكل، احنا رانا مع الاولاد، مع الملاعبيه، مع الاطار الفني، مع الاتحاد، مع الجامعه، مع الناس الكل، لانه هذوك يمثلوا فينا السفراء نتاعنا، واحنا هنا رانا باش ندعموهم وباش نقفوا معاهم. صحيح انه ربما تغششنا شويه على المردود، تغششنا شويه على ربما تصرف طبيعي، وهذا طبيعي ومنطقي، ولكن احنا من الداخل الشعب التونسي الكل رانا المنتخب نتاعنا يسفي باش يورينا هكا شويه فرحه وشويه روندمون. ماتش غانا تشوف تونس كل ترجع ويرجع المساكن اللي نتاع قبل، وواهب القزري والسليتي والجماعه الكل هذوكم اللي توا قاعدين ننتقدوا فيهم، تشوف كيفاش يرجعوا، لان التونسي يحب المنتخب نتاعو. فهذا الميساج اللي لازم يوصل للملاعبيه نتاعنا، رانا معاكم وراو كذلك عندنا ثقه فيكم. عصام المرداسي تنتظرش اصلاحات كبيره على مستوى الاداء، على مستوى اختيار التشكيله، على مستوى اختيار طريقه اللعب بعد ما رجع الوضع الى الوضع اللي لازم يكون فيه، الوضع الطبيعي انه الناس تشاور مع بعضها وتخدم مع بعضها، مش مدرب يركب راسه ويعمل اللي يحب وما يشاور حد وما يحكي مع حد. لا هو الاكيد اني ننتظر في صحوه من اللاعبين، لكن عادل في نفس الوقت انا تكلمت قبل انه مشكله المنتخب مش امكانيات، وهذا تاكد اليوم انه مشكله المنتخب هي الاجواء داخل المنتخب، الاجواء ما بينات اللاعبين ما بعضهم اليوم، ما بين بالكاشف انه الاجواء ما بين الاطار الفني اللي هو معناتها الارجي جو ما كانش فيها تفاهم كبير. انا عندي تساؤل اذا كان اليوم يقول معناتها القرار الجديد اللي سمعنا به الناس الكل انه المدرب اليوم قبل انه يتفاعل مع المدربين المساعدين، ايش كانوا يعملوا هم قبل؟ وكيفاش انا بالنسبه لي مدرب مساعد منفي يقبل انه يشتغل في منظومه كيما هكا؟ كان من الاجدر على المدربين ما شاء الله معناتها اسامي كبار كيما ماهر الكنزاري ولا سي فريد بن القاسم، ناس يعرفوا مليح المنتخب مش جديد، كيفاش قبلوا انه يكونوا سامحني في الكلمه معناتها زينه في المنتخب؟ هذا ماهوش معقول. حاجه اخرى حبيت نقول عادل انه اليوم صحيح راهو المدرب اذا ما يكونش عنده دور وما يكونش عنده معناتها راي مع المدرب المساعد بلاش به خير. معناتها خلي المدرب واليوم انا نعتقد زاد قرار نعتبره خطا زاد راهو اقاله المعد الذهني، كنت نجم تنبه عليه وتخليه، فتيتر هو حب يوصل انذار للمدرب اترافير المعد الذهني، لانه اليوم المنتخب الوطني في حاله الى في حاجه الى عمل ذهني كبير، تعرف راهو الخور اللاعبين اقروا بانفسهم انهم دخلوا في مرحله شك. الاطار الفني والمساعدين بتاعه كل واحد يخرج يقول انه دخلنا في فتره سلبيه وبدينا نشك في بعضنا، هذا الكل نعتقد المنتخب لاعبين وحتى اطار فني في حاجه نعتقد الى عمل ذهني باش يرجعوا به للمستوى بتاعهم. او حتى المعد الذهني في حاجه لعمل ذهني، لانه قاعد سيب الاعداد الذهني وقاعد ذايب بامور اخرى ليش مش مناسبه. هذا خطا بتاع المدرب لازم يتحمله المدرب، وخطا بتاع شكون القريب من البيرو فيدرالي القريب للمدرب هو اللي لازم ينبه عليه، لكن اقالته في فتره
الحرجه كيما هكا هو ولا غيره. كان من الاجدر انه كيما قلت لك ننبه عليه، لانه انا بالنسبه لي اللاعبين اليوم في حاجه الى عمل على المستوى الذهني، عمل كبير، لانه مش ترجع الثقه في، مش يسترجعوا الثقه في رواحهم، مش يسترجعوا امكانياتهم، مش يكون عنده لاعبين، ما عادش عنده مصداقيه، ما عادش عنده مصداقيه مع اللاعبيه. هو مشكلته ابارامون سمير، انا اللي سمعته مشكلته مش مع اللاعبين، مشكلته مع الاطار الفني. هو الاطار المساعدين هما اللي تشكوا منه، بيانسور تشكوا منه. وقت اللي انت مدرب تقعد مع هو المعد الذين تحضر سيونس دونترينمون، والستاف نتاعك التونسي اللي عنده كله كفاءه قاعدين لبرا مش ما يدخلوش للصاله، زاد انا ما يساعدنيش خويا. اي عادي يا سمير، ما هو كان يقعد ما يساعدكش انت، سامحني سمير، انت ما يساعدكش كمدرب. انا اش قلت لك؟ المدرب اللي ما يفرضش روحه مدرب مساعد، بل يكون المدرب هذا اللي قال نتاعو ربما ماهيش في وقته، وكان يقعد لا ما يقعدش خويا. انا معاك تمام، ما يقعدش. وقت اللي الانسان يتجاوز حدود نتاعو، وقت اللي يتدخل في اشياء لا تعنيه، يلزم الاقاله نتاعو وفورا. ربما تكون عندها، مش ربما، مؤكد انها مش تكون عندها تاثير ايجابي على المجموعه، على الستاف وعلى المجموعه وعلى الناس الكل. وابغي تو شنو اللي عملوا هو التحضير الذهني؟ هاك شفنا تحضير الذهني، لا مشكلة التحضير الذهني، احنا عندنا اشكال على جميع المستويات. اذا كان لازمنا نقيله، ما انا بالنسبه لي يقيل المدرب، يقيل البريباراتور فيزيك اللي ما زلنا نستناه في البيك دو فور. احنا الكلنا كنا نستناه، احنا الكلنا كنا نستناه سمير، انتظار نهايه الدوره. سمعنا قبل مباراه موريتانيا، الناس الكل نسمعوا في اخر تصريح انه مباراه الثالثه المدرب قال المباراه الثالثه مش نكونوا في احسن مستوى بتاعنا. المعد البدني في تصريح قال مش نوصلوا للبيك دو فورم بتاعنا. مالوروزمون كنا اسوء مباراه في مباراه موريتانيا. انا حسب اعتقادي يقيل الستاف كامل، هذاك ما عادش انسان يولي مسؤول. عندهم من الحكمه وعندهم من الكفاءه وعندهم من الجراه، هذيك باش ياخذوا ديسيزيون. اما نجيش نحن المعد البدني ونحي المدرب في وسط الكومبيتيسيون هنا. لا انت قلت ثم اشكال، لكن نحي الاشكاليات الكل موجوده. لا لكن نحي المعد الذهني، المعد الذهني كنا نحيه، لانه ماهوش قاعد يقوم بالدوره نتاعو. هذا دبريكي والداخل في امور لا تعنيه. وابعد الستاف نتاعنا التوانسه اللي قاعدين يخدموا، كي تنحى هو تنقات نوعا ما الاجواء، وربما تكون عندها انعكاسات ايجابيه على المجموعه وعلى الملاعبين. ثم شنو هو التحضير الذهني؟ انا المدرب نمشي نتكلم على الملاعب بتاعي وجه في الوجه، العين في العين، ونحكي معاه. مانيش في حاجه المعد الذهني. علاش جابوه؟ وانا علاش جابوه من الاول؟ انا وجهه نظري نتاعي. انا ما نامنش به. المعد الذهني ما نامنش به. صراحة، لأني أنا مدرب نخاطب أنا الملاعبية نتاعي، ونعرف كيفاش نحكي معاهم، والديسكور أنا اللي نعطيه. فهمتني؟ معد الذهني حاجة أخرى. أنا يا خويا ما نمنش بشيء، نمن بالمعد البدني، نمن بالمساعدين، نمن بالستاف كامل أوكي مع بعضنا داكوردو. أما هذا معد ذهني يجيني في الكومبيتيسيون، واحد حاسيله خروجه بالنسبه لي انا نتصور حاجه ايجابيه. انا نعتقد هي حاجه ايجابيه مؤكد باذن الله، معناتها يلفاي افوار ان رياكسيون. اما كان من الاجدر الاصلاح قبل ما نمشيو كوب دافريك، مش شو الكوب دافريك. لا شنو يضر يا سمير؟ تتصور انه المدرب جا مشى في الكوب دافريك ولا يخدم وحده؟ لا اكيد لا انه لا 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 اكيد انه لا لا المعلومه انا شفتها المعلومه حتى في المباريات الوديه. المشاكل المشاكل لا 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 في المباريات الوديه كان يشارك فيها، معناتها كان لاباس عليه، كان لاباس عليه. توا في الكومبيتيسيون هنا تقلب ودار الراجل الدوره واحده ولا يخدم وحده. يمكن كي تنحى المعد الذهني توا ولا انا جيريس يخدم مع الستاف كامل ولا باش جوينه. رجع على الستاف نبهوا عليه يا لطفي، وقال لك على المستوى هذا نبهوا عليه هو على المستوى هذا معناتها عمل جماعي، لا المدرب وحده ولا المساعدين وحدهم. نورمالمون في مستوى كبير نتاع فريق قومي، معناتها الناس الكل تخدم مع بعضها، والناس كلها تعاون مع بعضها، ويا ربي باش ناخذوا النتيجه ايجابيه. نتاع جروب، نتاع اخوه، نتاع كذا، ما فماش اللي عرفهم، ما فماش الصانع، الناس الكل هذيك بالاسبري هذاك. هو راهو فما فرانسيس راهو باهين، وفما فرانسيس مش باهين راهو. هو على جيريس مش شخصيات، حتى كي كان ملاعب انا تفرجت فيه، مش شخصيات مهبول شويه وعنده شويه نعرات، ولا بالحق نحكي لك. فهمتني؟ انت ربما صغير عصام تفرجت فيه، نتفرجت فيه برشا نعرف ملي كان في بوردون بعد مارسي، نعرفه مليح. فهمتني؟ ما عنده، وعنده وقت نتاع الاناء عنده. فهمتني؟ وكل الكوره نتاع فكر لومير زاد قبل ما كان سعيد برشا لومير كيف كيف لومير كيف كيف ويعتقد بشويه ليكيب دو فرونس نتاع 86 و82 و84 هو احسن فريق في العالم وما كذا، ويعتقد هذا واحسن وسط ملعب في العالم مع بلاتيني وتيغانا وغيره. هو يعتقد في نفسيته شخصيته كيف فما النوعيه هذيا، النوعيه هذيا يلزم تعرف كيفاش تتعامل معاه وترجعوا الاثنيه الاكثر والاقل. ها ورجعت الاثنيه ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله الامور تمشي. هو لا محاله مانيش نعمل مباراه أسوأ من مباراه موريتانيا، انا متاكد منها. معناتها هو 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 عاد شوف بالنسبه للكوب دافريك هذه ال 24 فريق الاوبجيكتيف الاولاني هو ترشح للدور الثاني. يا حبذا كان ترشح بالاداء،
هو الاوبجيكتيف بالنسبه للمنتخب التونسي صار اليوم احنا في الدور الثمن النهائي. صحيح تقلقنا برشا والاداء كان مهزوز وكان باهت على جميع المستويات. توا لازمنا ننساو اللي فات. ظهر ساسوفاكو فما حاجات وفما بوادر وفما حاجات باهيه تبشر بكل خير في المنتخب كوسوسوا على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الاطار الفني ساعه تحس فما تناغم ابداء. ولو انه احنا ناكدوا ونعاودوا مره اخرى باللي كوليس اللي وصلتنا من غادي انه ما فماش تناغم. مدرب كما كان يحكي سمير توا يشوف في روحه هو الكل فوق الناس الكل. ان اكد لك انه الاطار الفني اكد لك معلومه معناها مؤكده ان الاطار الفني قبل الكوب دافريك بنهار ونهارين ما يعرفش الفورماسيون شكون باش يلعب. هذه معلومه مؤكده لكن بوتيتر توا انا ما كنتش معك اكثر من هكا وقلتها. ليت المباراه ما يعرفش شكون باش يلعب. فوالا نهاره المباراه ما يعرفش شكون باش يلعب. نزيدك حاجه اخرى يعرفوا التشكيله مع اللاعبين في الاجتماع الفني. نزيدك حاجه اخرى عادل حارس المرمى اللي باش يلعب المقابله الاولى قبل بنهار ما يعرفوش شكون باش يلعب. هذيك المشكله كبيره صراحه. وهذه معلومه مؤكده. نرجعوا للكوميونيكاسيون تاع المدرب واللاعبين ما يهمناش. اللي فريمون وقفنا عليه سيكو فما تذبذب ثم اداء باهت في المنتخب الوطني التونسي لكن توا فما بوادر باهيه كما سمعنا الحاجات الخايبه توا سمعنا سيكو الناس الكل رجعت على سكه واحده لي زومبيسيون والناس الكل ولاو سو لا ميم لونغوردونت يفكروا كيف خاطر تحب ولا تكره اللاعبين اي سورتو لي طار فني اذا كان اللاعبين راهو لي طار فني الناس الكل اوبجيكتيف واحد يفكروا كيف اللاعبين يتبعوا تحب ولا تكره حاجه اخرى عادل كل شيء متوفر كل شيء متوفر الاتحاد التونسي كره القدم موفر كل شيء اللاعبين عايشين في بذخ كل شيء متوفر على جميع المستويات وفي اعلى مستوى لكن هاسر تماما زاد الكره بين اقدام اللاعبين المدرب اوكي نمشي معاك يغلط ما يعرفش يصلح وقتاش يصلح لازمه لكن اللاعب الدوار يجي في المقابله التكنيك يمشي الفيزيك يمشي ما فما حاجه زي ما تكون موجوده كل لاعب لازم يلعب على اسمه وعلى اسم بلاده تحب ولا تكره زاد قبل ما تلعب سو البلان كوليكتيف تلعب انت شنو انت لازم تكون موجود غادي تملي بلاستيك فما حاجات قاعده تصلح في المنتخب انتصار البنين اليوم حاجه ممتازه على المستوى الذهني للاعبين مع كامل احتراماتنا طبعا الكره المغربيه يعني حبينا معنا المغرب المغرب يمر لكن ربما على المستوى المعنوي للمنتخب التونسي على المستوى المعنوي والمستوى الذهني على المستوى المعنوي للاعبين علاش حاجه باهيه خاطر سي با ايفيدون لانه احنا في نفس الوضعيه نتاع البنين يعني نفس العدد نتاع النقاط نفس الوضعيه تقريبا نفس الوضعيه ومنتخب المغرب كان المرشح الابرز ومنتخب الغاني في اذهان الناس الكل هو المرشح الابرز لكن المنتخب التونسي عندي قناعه انه اللاعب التونسي من الميزه نتاعو وقت اللي يبدا يلعب تحت الضغط يرياجي يكون راجل يعطي كل ما عنده وينتصر مقابله ما حاجتناش نسيطروا فيه ما حاجتناش باش نصنعوا لاعب ولو انه المنتخب الغاني هذا كما قال سمير مش منتخب الغاني الغول اللي يخوف احنا راهو عندنا في تقاليدنا وفي منظر ياكد الشيء هذايا عندنا نعملوا الغول كوت ديفوار نيجيريا غانا لكن في 90 دقيقه عندنا رجال عندنا لاعبين كان بابيت الكره في التيران كان حكوا ركيب كما نقولوا نلقاو رجال المقابله مش تكنيك مش فيزيك المقابله تتربح تفضلت تو قلت جبدنا البنين الفريق القومي التونسي عنده معناتها مهارات خير من البنين برشا معناتها أنا لاعبين ممتازين على المستوى ما نجيش توا نشكوا فيهم معناتها ونقارنوا انفسنا معناتها مش نحقروا في فريق البنيني لكن معناتها لا على مستوى الوضعيه هي نفسها اي الوضعيه لكن كفريق ككفاءات معناتها الفريق التونسي يهرب ياسر بالفريق البنيني وتوا جاتنا الفرصه معناتها باش كما الهروب هذا اللي تحكي عليه زي ما نشوفوه على التيران صحيح زينا من الكلام احنا نعرف اللاعبين عندهم الفرصه جاتهم الفرصه توا يوم الاثنين لازمهم يوريوا المستوى الحقيقي نتاعهم زايد معناتها ناحي المدرب وناحي الاجواء وناحي الطقس وناحي السخانه وناحي الهيوميديتي مباراة تسعة نتاع الليل بتوقيت القاهرة ثمانية بتوقيت تونس يعني مباراة للفوز مباراة يعني في وقت مناسب ما تصورش احنا باش نعملوا أسوأ من مباراة موريتانيا معناتها واضح استفدنا تفضل الحاجة الوحيدة باش نزيدها عادل الأجواء وشفنا الأجواء ممتازة رجعت كوستوا حكى عليها سمير برشا حكى عليها سمير برشا حكاية الفيستير رجعت نورمال رجعت مزيانة رجعت الناس الكل يحبوا بعضهم الانترور ولا يعطي في كلمة ويرجع في ياخو ويعطي في كلمة هذاك هو ليسونسيال هذاك اللي حاسنا به احنا في المنتخب لخاطر احنا كورنا ونعرفوا كيف يبدا الفيستير نتاعنا نظيفة حتى الكورة سبحان الله تمشي وحدها الكورة هكا ولا ان شاء الله اللي نشوفوه هذا بقدر ربي نهار الاثنين خاطر عندنا مجموعة ممتازة عاد وكنا قبل الكان نحكينا على مساكن وحكينا على وهبي وحكينا على ملعبية عندنا اخليهم ولا مش ملعبية لا حتى حد ما قال هذا صحيح مش الامانه ننقدوهم صحيح نتغشوا عليهم صحيح احنا
احنا في الشارع عندي ظهر لي صارت لك عاد شبيه ليكيب ناسيونال شبيه ليكيب ناسيونال تسمع كاين الناس كل تحكي توا نغمه واحده انت خاطر شعبيتك كبيره برشا لا صارت لي لا خاطر نظر في البر انت ديما ما تدورش في الاجواء معناها ما تمشيش القاوي هكا كيما انا عشان خاطر مره نقعدوا مع بعضنا حرام عليك القاوي الشعبيه كما قال لطفي شوف في اللقايات في سليمان في الحرب العربيه يعني عادي معناها لا كما قال لطفي هار اثنين راهو ما فهمتش كره بامبيتيري تحتك في القاوي هار الاثنين لا تكتيك لا تكنيك لا معزنا حاسنا بالانتصار لخاطر فريمون الشعب هذا يحب الانتصار وكا. واضح هذه هي الرساله نتاع كل المحللين في قناه التاسعه وفي التاسعه كان نشوف شنو قال المدرب المساعد فريد بن بلقاسم على الاداء على المردود عن الجرينتا اللي لازم يضرب بها المنتخب في مواجهه غانا فؤاد بوفتح لؤي بن صالح ووليد الرياحي في هذا التقرير. احنا راهو شوف باش نقول لك راهو اطار فني موسع وباش نكذب عليك نقول لك رانا احنا عندنا نفس الافكار وما عندناش اختلافات، الاختلافات موجوده لانه هذايا ما نجموش نكونوا عندنا كلنا نفس الافكار، اختلافات موجوده في بعض الاحيان في الاختلافات الفنيه ولكن على المستوى الاجواء العامه ما فماش مشاكل يعني اللي نسمعوا فيهم ولكن لما تكون النتائج ماشيه ولا المردود مش ماشي اكيد باش نحكيوا شويه على مشاكل ونبداو نحكيوا شويه في ليزاكوتي. الناس كل يعني مقتنعين لاعبين ممرنين مسؤولين كنا مقتنعين اللي سني باسا المفروض احنا نكونوا افضل منك ربما دخلنا الكان مش كما يلزم ربما المباراه الاولانيه ما قدمناش فيها المستوى اللي لازم نقدموه المباراه الثانيه كانت افضل شويه ما نقولكش قمنا بمباراه محترمه ولكن افضل شويه وممكن خلات شويه تتفقد الثقه شويه في المجموعه مع مباراه موريتانيا اللي مباراه موريتانيا كنا مطالبين فيها بطبيعه الحال باش ننتصر وتعرف خليني نكون معك معناتها صريح احنا المنتخب التونسي راه يلقى مشاكل كي يلعب ضد فريق يلعب بلوك با ويلعب الكونتر كي نلقاو فريق يلعب عالي شويه نجموا نلعبوا الكونتر ونجموا نخلقوا الفرص ونجموا نسجلوا حتى اهداف. مباراه غانا باش ان شاء الله معناتها حكينا فيها حضرناها مطالبين باش نشوفوا مباراه غانا المنتخب التونسي في وجهه الحقيقي على مستوى النتيجه وعلى مستوى الاداء ماذا بينا حبوا ناخذوا مباراه غانا اليوم احنا خدينا قرار باش ناخذوا مباراه غانا باش نخليو ننسيو التوانسه في ثلاثه مباريات اللي في الدور الاول تونس تعيش طبعا رسالة اللاعبين طبعا فيما بينهم فما المساج اللي قاعد يوصل الرسالة اللي تنجم تكون حافز وضرب تونس وعلم تونس وانتظارات التوانسة لفرحة نتمنى أن تأتي المرة هذه سي منصر حسينا تو في الديكلاراسيون تاعهم الكل سواء الإطار الفني ولا حتى اللاعبين حسينا فما سانسيرمون تغيير كبير فما ترهويجة فما تغيير كبير يعني فما ناس ولات كي تسمعهم يتكلموا فما il dégage de la confiance فهمت اللي قادر النبره تغيرت دوترموندي فوالا وان شاء الله كما قلت انت اللي كونوا هذا نترجموه بالجري نترجموه بالضغط نترجموه بتسجيل اهداف نترجموه سورتو بالترشح خاطر اليوم كاس افريقيا ولات صعيبه برشا قبل احنا كي نترشحوا الربع النهائي وما نتعداوش نقولوا اللي كونوا البرفورمانس نتاعنا متوسطه اليوم راهي تغيرت اليوم تغيرت برشا ولات اصعب علاش اصعب خاطر كي تدخل فاز دو بول ثلاثه يترشحوا تولي 70 75% باش ترشح اما كي تترشح وين تلقى روحك في لاويتيام تصور لاويتيام يعني لو تربح لاويتيام وتربح الانكار تقرح في الدماء اللي احنا هذا اقل حاجه اللي بالنسبه لنا احنا نستناو فيها تا واحده كيما المغرب عملت فاز دو بول محترمه برشا خرجت من لاويتيام يعني كان جيت كلاسيها توا على 24 فريق ديجا من 16 وانت طالع دونك اليوم الكاس هذه باش نجموا نشوف فيها بعيد فما مواصفات اخرى لازم تكون موجوده في الداخل باش تعرف تلعب المقابلات نتاع الكاس هذه المقابلات نتاع الكاس هذه تتطلب اكثر اسبري نتاع تيور اسبري نتاع كومبيتيتور اسبري نتاع فك النهاركة انت باش تتعدى يعني في مخي انا دوميت كلوار اللي على اليمين واللي على اليسار وقت كي باش يهبط مش باش نستنى انا الميتون كامل وانا ما تعديت حتى مره في البركسيون ان كونتر ان ما عطيت حتى باس اللي توجع ما جبت حتى بالاريتي خاطر ما عنديش شونس اخرى تا
90 دقيقة ساعة بس ساعة ونص باش تشوفها في الفلف فهمت يعني يلزم انا جو ماك لا بريزونس بتاعي انا لاتاكون مثلا اللي باش يلعب 45 دقيقة الأولى باش تشوفه انا ما زلت ما خلقتش فرصة ما عطيتش بازيزيف ما سجلتش سيك بالروح هيك نتاع اناكسيال اللي مش بتهز معايا حتى كورة انت انا اليوم جو في مامبوزي اليوم باش نربح الديوال نتاعي مش باش نستنى دوزيام ايتون خاطر بعد ما فماش ماتش اخر خاطر بعد ما فماش فرصة أخرى دونك سي كي نابطوا من اللي شافوهم ناس ديسيدي جماعيا باش نتعاونوا مع بعضنا سي كو لو مود دوردر جاتنا فرصة أخرى ستانو باش نستثمروا كل فرصة اللي جاتنا باش إن شاء الله نقولوا الكلمة تتعاود الدورة باش تبدا اليوم كأس أفريقيا باش تبدا بماتش تاع غانا وباش نبداو بقوة وإن شاء الله باش نكملوا بقوة خاطر اليوم في الفاز الأولانية اللي شفنا اللي كونوا كل روح وكل رغبة وكل جرينتا وكل تمشي للأقصى وتخرج أحسن ما عندك كانت ناقصة هذه اليوم تتزاد جماعيا وفي الإطار الفني حاجة الباهية اللي توا كيما نسمع سمير ووجدي بوتيتر عندهم أكثر مني الديتاي اللي في 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 المنتخب السير اللي الناس كل ولات يد واحدة والناس كل ولات تخمم فكرة واحدة هذا أكيد باش يتعدى الترانسفير نتاعو للملاعبية والملاعبية باش يعطوا يد واحدة هذاك اللي باش يعطينا أن بلوس خاطر كيما قال لطفي نرجع الكلام نتاعو سيكو حتى كل الانتقادات اللي صارت وكل الغضب اللي صار علاش؟ خاطر نعرفوا نحن اللي هما قادرين، خاطر نعرفوا اللي كونوا مشاكل المكان نتاعهم، خاطر نعرفوا اللي كونوا هما ينجموا ينوروا الوجه، أوك علاش احنا تقلقنا؟ اليوم كل المؤشرات وكل واحد كل شيء تخلينا اللي كونوا باش نحلموا، ما إن شاء الله نترجموا هذا في الـ في الامباكت فيزيك، في البريسيزيون تاع لي باس، ما أنا موجود في السيتياسيون اللي ما نجمش نسدد وصاحبي خير مني نقرجها له خاطر بعد اللي باش يعطي الباس ديزيزيف ولا باش يعطي لافون درنيير باس كيما اللي ماركا وفي الاخر ساعة اللي يعطي باس خير من اللي ماركا خير يعني في الاخر اللي كونه تونس هي اللي باش تترشح و وراهو حتى الكوتا نتاع الملاعبيه تشلكت راهو يعني اليوم اللي احنا فما ناس اللي نغزروا لهم منظار كبير وكل شيء بعد فاز الاولانيه نتاع ولا ما يسووا حتى شيء سي لو مومون باش يرجعوا ياخذوا حظهم في الاعلام باش يرجعوا يوريوا شنو المكان نتاعهم ويسون كابابل عندهم الامكانيات وهذايا ان شاء الله تونس كامله تستنى في الفرحه هذه وما غير ضغوطات يعني بعض ساعات كنت نتكلموا الكلام هذايا نحسوا اللي يابطوا مكبلين وكل شيء احنا عندنا ثقه فيهم وان شاء الله يعملوا الماتش اللي لازم يتعمل وبعد 2-1 1-0 بلانتيات ما يهمناش ليسونسيال النهار هذاك يوفى نكونوا احنا مترشحين ان شاء الله ان شاء الله قريت اوتر ليليني معناتها في الديكلاراسيون تاع فريد بن بلقاسم قال لك تفرجنا معناتها في غانا معناتها ديجا بديت فما حاجه بوادر جديده ولينا في كلامه هو تفرجنا فريق الغاني فريق الغاني يلعب ضغط عالي باش نجموا نلعبوا لعبنا في اللي ماتشات اللي تعديهم ما شفناش الكاشين تاع ليكيب ناسيونال نتاعنا ما تريتش بلوك واضح وين يقف ما ريناش معناتها الاليات نتاع الفريق نحس اللي في المباراة هذه معناتها التحضير معناتها كان ممتاز جدا يظهر لي معناتها الفريق نتاعنا انا نشاطر الراي كونه الفريق نتاعنا ما يصنعش اللعب تحب ولا تكره الفريق القومي التونسي نتاعنا ماهوش الفريق اللي دوميني اللي يلعب لاتاك بلاسي نلعبوا على الهجمة استريعة نلعبوا على الكونتر اتاك نلعبوا بالنسبة لنا احنا حسب كلام سي فريد معناتها المباراة مش تكون على النحو هذايا معناتها وهذايا معناتها الشيء اللي يزيد يرتحني أكثر كونه معناتها الفريق الغاني باش يحاول باش يضغط اكثر واحنا باش نحاولوا نكونوا رياكتيف نحاولوا باش نلعبوا وهذيك نقطه القوه نتاعنا ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله معناتها اللي نتخيلوا انا كيفاش نعيش فيها المباراه هذه ان شاء الله معناتها تكون التاهل نتاعنا في المباراه هذه ان شاء الله تصريحات في بلقاسم شنو تقرا منها وجدي نقرا منها برشا ايجابيه نقرا منها تحس حتى فرحه في في في, في ملامح فريد بلقاسم تحس اليد ولات واحده معناها الكل حطوا يديهم في بعضهم فرح علاش خاطر تحس فما هذه هي ما يسمى باعاده التموقع والتمركز اكزاكتومون اكزاكتومون تحس سيكو فريد بلقاسم ايطال فني التمركز نتاعهم وال معناها رجعوا لهم الاعتبار معناها تحب ولا تكره كما قال سمير ستاف تكنيك ولا جوان موجود وانت ماكش تخدم في حد شيء وتدخل للسيونس سوا ديزون وميم با تعرف شنو هو الكونتوني نتاع السيونس معناها غريبه الحقيقه لكن تحس من كلامه برشا تفاؤل برشا تحسوا موجود في الجروب تحسوا فما حاجه تحسهم بداوا يفكروا كل كيف كيف بداوا يفكروا كل كيف كيف تحسهم ديسيدي باش يعملوا مقابله كبيره قال سيمون درجادة الدوره باش تبدا من ماتش غانا سو كي كونت هو الانتصار نجموا راهو نجموا ما نلعبوش بالباهي وننتصروا وذاك اللي يقعد في التاريخ هذاك اللي يقعد شكون انتصر شكون تعدى احنا قدامنا اوبجيكتيف والمدرب الحقيقه مش صعب على روحه. هذيك الواقع حط اوبجيكتيف
الدومي فينال وقادرين باش نوصلوا له وقادرين باش نمشوا له باللي موجود بالمجموعه باللي دايرين بالمدرب. يلزم المدرب زاد يفيق اللي دايرين به راهم كفاءات وثروه وكفاءات تونسيه كبيره ياسر ويعاونوا. حتى انا نزيدك حاجه اخرى، اللي موجودين في الاطار الفني هما ينجموا يقودوا المنتخب لبرشا نجاحات، حتى نعرف شنو موجود، نعرف كفاءاتهم، نعرف شنو موجود الفالور انترانسيك نتاع اللاعبين. المدرب سي بيان يحط ثقه في القاعه وحط ثقه في القاعه، برشا تحذير وشديد اللهجه زاد نزيدك صار للمدرب، بدا يتعايش مع المجموعه، بدا يعطي كونفيونس اللي دايرين به، بدا يهبط شوي، بدا يعطيهم قيمه خاطر قيمتهم كبيره كوستوا اللاعبين. فما مدربين ما يحكيش مع اللاعبين، اللاعب اذا كان حس مدرب انا يحس فوق الناس متعالي عليا ما نعطيكش ما نحبكش ما نحبكش وما نزيدك حتى شيء. لكن اذا كان نحسك تحبني نحسك تفدلك معايا عاد راه ثم دي بتيتي تاي وتحسهم. وسمير وسيمنظر ياكدوا شيء هذايا، راهو اللاعب اذا كان يجي حتى المدرب حتى فدلك صغيره في الريستورون في الريسبسيون تاع الاوتيل في لونترينمون يحسها الملاعب، معناها الشارج هذاك تولي تصير ترانسفورماسيون بوزيتيف دونك اوتوماتيكمون المدرب. ومن كلام سي فريد نحسوا انه لي زونت بوزيتيف هذوما موجودين في المنتخب قادرين نمشيو لبعيد وفي مخاخهم باش يمشيو للبعيد. وكي تبدا انت ديسيدي وفي مخك باش تمشي لبعيد توصل راهو. استاذ انت هكا لابس لبسه انيقه، لابد ان نشكر مودا فينتشي مره اخرى المساند الرسمي للتاسعه كان في تونس وفي مصر من خلال البعثه اللي تتابع في كاس امم افريقيا هناك. ايضا برشا لبس وبرشا مفاجات وبرشا مسابقات، انتم زاد اذا تحبوا تشاركوا في المسابقه اكيد سهل برشا. والمسابقه ذكرنا بها اكثر من مره ونعاود نذكروا هي ماشيه لتركيا لاسطنبول كامله الاوصاف. طبعا مودا فينتشي حتى عزمتكم المسابقه هذيا باش تربحكم فواياج لاسطنبول. ساهل برشا عليكم كان تشاركوا في الباج اوفيسيال نتاع مودا فينتشي تلقاو صوره المسابقه. تكونوا اكيد يلزمكم تكونوا ابوني في الباج هذيا، تلقيو خمسه من اصحابكم واحبابكم حتى عائلاتكم وتبارتاجيو البوست. السحب يكون ان شاء الله نهار الفينال. وبما انه نحكيو على مودا فينتشي سي فلان المحجوب من بكري ياخذ في السيلفيات ويصور ويبعث. اي والله يعطيه الصحة مودا فينتشي فريمون قاعدين نشوفوا في كل يوم نشوفوا في لوك، البارح شفنا لوك وليت البارح غدوة فريمون قاعد نشوفوا في حاجات مزيانة، اليوم ظهر لي حاجة مزيانة هذاك علاش شديت صحيح في السيلفيات. بعد نفترك على باه. صح بعد بعثنا الشاشة. قبيلة أنا مشيت نقيس مودا فينتشي قاعد يهبط في دي برودوي جدد. ننصح الناس باش يمشيو فما حاجات مزيانه ياسر. باهي قولوا لهم يمشيو يمشيو للاك دو فما اكيد مركز تجاري على عين المكان، ايضا في اللافايات في شارع الهادي نويره في النصر اثنين وايضا في شارع باريس. وانتم حتى اللي داخل الجمهوريه ما تنجمش توصلوا للعاصمه ربما في انتظار ان تتوزع وتنتشر في عديد من النقاط داخل الجمهوريه. ليفريزون ادوميسيل اول مره باش مودا فينتشي توصلكم الى غايه الاماكن نتاعكم لغايه دياركم اي حاجه تختاروها. واكيد نجم تدخلوا على الباج اوفيسيال نتاع مودا فينتشي باش تلقاو اكيد ما يرضيكم من ملابس خارقة العادة ومتميزة فيها برشا أناقة وفيها برشا ريق كما تقولوا. نرجع طبعا لمباراة تونس وغانا، مباراة ما زالت بعيدة لكن الناس كل حبونا نحكيو على المباراة، نحكيو على الأصداء، نحكيو على العلاقات اللي رجعت طبيعية بين الإطار الفني. سمير السليمي توقعاتك بالنسبة ل التشكيل بالنسبه للقراءه الفنيه، برشا ناس تطالب بالعوده الى التقاليد اللي نلعبوا بها كمنتخب تونسي وحتى في البطوله التونسيه من خلال النوادي تشارك على المستوى الافريقي والعربي. صحيح. ان نرجع للطريقه اللي تتماشى مع امكانياتنا وتتماشى مع لاعبينا. وي بالضبط، اليوم مازالوا نهارين تحضير للماتش نهار الاثنين، معناها مازال السبت واحد،
ونتصور انه بعد تنقيه الاجواء بين الاطار الفني الملاعبيه الاطار الفني المساعد الناس كل جو خلق العاده دونك نتصور انه المدرب ينجم يحضر في ظروف مريحه للماتش نتاعو. اكيد انه عنده تصورات وبالتشاور مع المساعدين كذلك عنده تصورات وعنده تقريبا 80-90% اولا من الخطه اللي مش يلعبها ثانيا من الملاعبيه اللي مش يختارهم. نتصور حسب ربما قراءتي الشخصيه بعد ما شفت مباريات المنتخب الغاني اللي قلت ماهوش منتخب كبير برشا غانا نجموا نربحوها عندها صعوبات غانا على المستوى الهجومي هذا متفقين فيه ولكن كذلك عنده ضعف كبير على المستوى الدفاعي خاصة الثقل اللي ربما في الأظهر نتاعو الأربعة مش حتى الاثنين. دونك المنتخب الغاني إذا كان يتقدم لقدام ويحاول مش يلعب الكرة التالي مش يكون ثقال برشا. هنا ربما نتصور أنه المنتخب التونسي مش يرجع للعب اللي حكى عليه لطفي واللي نجحنا فيه لسنوات أنه نرجعوا شوية التالي نسكروا مليح البلوك نتاعنا يكون موجود ثم نلعبوا باللي كونتر لاتاك رابيد ونلعبوا باللي كونتر ربما نجموا مش ربما مؤكد أنه نجموا نفاجئهم خاصة أنه اللاعب الغاني مهما كبر ومهما لعب في مستويات عالية ومهما كذا ديما اللاعب الإفريقي راهو تكتيكيا يكون ناقص شوية. إن شاء الله الحضور البدني اللي حكينا عليه. فوالا وهذه النقطة المهمة أقوى أقوى نقطة هي الحضور البدني. إن شاء الله حتى منظر حكى فيه الموضوع هذا خاطر المعد البدني يتكلم على البيك في موريتانيا بوتيتر عنده طريقة العمل نتاعو خلات ربما إن شاء الله نتمنى أنه في 6 أيام هذوما 8 أيام 7 أيام هذوما 6 أيام هذوما مع جو ولا باهي وكذا بدنيا يكونوا معناها لاباس خاطر المنتخب التونسي كان على مستوى البدني يكون جاهز فبحول الله الأمور كلها لاباس. أيضا فؤاد بفتح يقول لي جاهز في ربط من مصر ومتابعة لكواليس كأس أمم أفريقيا. فؤاد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مرحبا عادل بالسادة المشاهدين وقناة التاسعة الكل. اليوم نحن في حضرة المستشار مرتضى منصور وضيافة نادي الزمالك هذا النادي الكبير والعريق أكيد استضافة معناها نحن فخورين بها كتوانسة وخاصة قناة التاسعة في شخصي المتواضع أن نكون متواجد في ضيافة سيادة المستشار. يظهر لي اليوم ضيفت معناها برشا معناها صحفيين عرب وأفارقة اليوم. أولا تحياتي لشعب تونس وحزن الشديد على بعض الخونة اللي بيفجروا بلدهم. احنا متابعين بقالنا فترة يمكن الأسبوع اللي قبل اللي فاتوا فيه أعتقد خلية إرهابية تم ضبطها. انتوا عايزين تونس الخضرة تبقى حمرة ليه وتبقى فيها دم؟ بلدكم بلد جميلة واللي بيخاف على تونس ما يعملش كده والتونسي عمره ما يعمل كده. تحياتي طبعا للسيد الرئيس اعتقد كان عنده وعكة صحية وقام بالسلامة تحياتي ليه تحياتي للشعب التونسي كله بشكره جدا جدا على حسن استقباله الامير احمد ولادي وبيت ولادي بقى فريق الزمالك اللي راح لعب كم مباراة هناك في تونس وبقول انتوا سبتوا لنا 2 على اعلى مستوى من الاخلاق فرجاني ساسي وحمد النقاز وربنا يهدي ان شاء الله جريس ربنا يهديك يا ابني ربنا يهديك ونشوف ساسي ونشوف اللعيبه التوانسه اللي انت بتخليهم قعدهم على الدكه كل تشكيله غلط وتغييرك غلط ودماغك غلط ومتركب غلط. دي مش تونس، تونس فريق تونس انا بشوف احسن لعيبه في العالم العربي وكلهم لعيبه محترفين في كل الدول وانت للاسف مش عارف توظفهم وتقعد على الدكه شويه وبتغير تغييرك غلط بالظبط فكرتني بجروس. يعني زي ما احنا كزملكاويه عرفانين من جولوس وعرفانين من لاجيري اسمه لاجيري بتاع المنتخب المصري نفس القصة عرفانين منك يا جريس. هو بصراحة عادل حتى في الكلمة متاع المستشار مع الصحفيين العرب والأفارقة الكل يظل لي بالحق نحس روحي فخور كتونسي لأنه برشا كلام أحلو قام معناه قال على تونس المستشار وخاصة أنه متابع المنتخب معناه عن قرب ويحبوا ينتصر على المنتخب الغاني. أنا قلت خلاص البنت قاعدة بس بتتكلم إنجليزي توهتنا بقى في نكروما وفتحية وقلت طبعا بتمنى وهي موجودة منتخب تونس ثاني وثالث ورابع يكسب إن شاء الله بإذن الله غصب عن جريس. يعني منتخب تونس لو كسب ووصل أدوار نهائية هيكسب غصب عن جريس. فما زاد كلمة أخرى عادل قالها أنه فرجاني ساسي أحسن لاعب عربي دخل لمصر شفته في تاريخ كل اللعيبة العرب بصراحة حاجة راقية ومحترمة. بحس ان وزير خارجية بيلعب كورة بحس ان دبلوماسي بيلعب كورة بحس ان انسان راقي بيلعب كورة بيلعب بدماغه بيفكرني برفعت الفناجين الفناجيلي وطه بصري وحسن شحاتة بتوعنا ورفعتين طبعا بتعلالي والشيخ طه حاجة راقية محترمة بقى يا جريس يا بمخ قد الجريس كده فرجاني يقعد الله يخرب بيتك
أكيد مستشار مرتضى منصور كالعادة نعرف الشخصية المتاعه. أكيد اليوم كنا نحن حاضرين في نادي الزمالك، المنتخب الوطني التونسي كان أجرى حصة تمرينية اليوم دون حضور الإعلام، إن شاء الله غدوة الحصة تكون مفتوحة وإن شاء الله غدوة نقولوا على التشكيلة التقريبية اللي قد تواجه المنتخب الغاني، وغدوة يرجع معناها وهبي الخزر التمارين بعد ما أحس بأوجيع على مستوى الفخذ. عادل، هذا كان المباشر هنا من نادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي. شكرا لك عاد. شكرا فؤاد بفتح، طبعا تلالة رائعة فيها برشا ضمار من مرتضى منصور اللي بالفعل يحترم تونس ويحب تونس، وعنا علاقات وطيدة مع المصريين رغم أنه نتعاركوا كرة، لكن أكيد علاقات دائما متميزة مثل ما هو الشأن طبعا لبقية البلدان العربية، الجزائر، المغرب، وليبيا طبعا أشقائنا في ليبيا. فتحية لكل الجماهير العربية والمغاربية، وشأن الكرة ديما تجمعنا وما تفرقناش وما تفرقناش. تعليق عن الطائر سمير. ديما المستشار مرتضى منصور صراحة في من خلال تصريحاته من خلال كلامه نتاعو ديما يصنع الحدث. صحيح يحب برشا تونس، ولكن من رؤساء صراحة يعطاه بصمة كبيرة ويحب برشا الفريق نتاعو. معناها على الزمالك ممكن يعمل حاجات ما تصورهاش العقل، دونك الرؤساء من النوعية هذوما ما عادش منهم برشا. بالضبط، تفضل. والله رمي كلمة باهية وعلى الفرجاني ساسي، ما نعرفش على المستوى نتاعو قال وزير خارجية المنتخب التونسي. اي كوزير خارجية لا تبارك الله عليه، معناتها فرجاني على المستوى الفني على مستوى التحكم في وسط الميدان لاعب كبير ياسر، وفي مباريات كيما هذيا معناتها نستناو كونه معناتها بالنسبة للفريق نتاعنا يلزمنا واحد يخرج الكرة نظيفة معناتها يوصلها بسرعة للهجوم. زاد لطفي نحضروا في 100% فيزيكمون انا ما قلتش الفرجاني، مازال ما قلتش، قلت لك ما قلتش الفرجاني، هو اشكال الفرجاني. قلت ان بون ريليور، معناتها تو بالنسبه للمنتخب نتاعنا ضد غانا يلزمنا واحد غيلان. تو غيلان ما شاء الله قاعد يقدم في مباريات ممتازه تو لزوز. انا ما نذكرش الاسماء، معناتها انا نقول لك معناتها انت قلت تو مع السخيري اللي حاضر. اي مع السخيري، السخيري معناتها الراه معناتها عنصر ثابت هذاك، معناتها يعطي حاضر ويؤدي الواجب على جميع المشتركين. هو مشكلتنا توا سوتو في مقابلات كيما هذيا يلزمنا بروفوندور، يلزمنا ماتش مع غانا يلزمنا عمق هجومي. كان باش نقعدوا نلعبوا بالخزري ومساكني وسليتي معناتها صحيح، معناتها لاعبين تكنيك، لاعبين تكنيك موجود، لكن ما عندناش عمق هجومي، ما عندناش الكره تمشي وترتح الدفاع نتاعك. توا معناتها راهو في اسمه المساكني يهبط اللوطه اسمه الخزري كسليتي الخزري، معناتها مش نقعدوا نلعبوا التالي مع غانا ونتصوروا اللي غانا. تعتقد انه فرجاني الساسي من الاوراق الرابحه اللي يمكن؟ والله فرجاني الساسي كما قالوا شعلالي زاد عندي ثقه فيه، شعلالي من ابرز اللاعبين في الدوره هذه. معناتها انا راه خاطر توا مادام لاعب في المنتخب اللي جاهز اكثر واللي يكون ما تنحسوا معناتها باش يعطي الاضافه، خاطر هذه توا علاقه المدرب باللاعبين. المدرب كي يرى اللاعب نتاعو في التمرين يعرف انه اللاعب اللي نجم يعاونه يوم لحد، معناتها هما اللاعبين الكل يتقاربوا في المستوى، ما فماش لاعب كبير ولاعب صغير، فما لاعبين نتاع مباراه هذه فما لاعب نتاع مباراه اخرى. هو عادل توا ما عادش عندنا الحق في الغلط، ما عادش نجموا نغلطوا. انا نشوف حسب قراءتي الشخصيه نشوف انه المدرب نتصور التركيبه باش يكون في وسط الميدان السخيري والشعلالي، ينجم يكون فرجاني ساسي يعمل راس تريونجل معناها قتادو تريونجل قدامه، ينجم يلعب كوم ديس كوم ريجيسور يوسف بدون ادنى شك على الشيره على الجهه اليسرى. نتصور انه باش البدري ينجم يبدا المقابله، خاصه على الخزي ينجم يبدا بناك في المقابله، ينجم يعني ينجم الخزي ما يبداش المقابله خاطر الاصابه اللي عنده طول. اليوم رجع بن محمد والخزي مازال ما رجعش، الاصابه نتاع اول حاجه عنده اوجاع في في في, في العضله نتاعو. ثاني حاجه على المستوى التكتيكي مقابله باش تكون تكتيكيه بامتياز، نتصور انه البدري على الجهه اليمنى لاعب ممتاز معناها يعطيك البروفوندور ويعاون التالي كشريده اللي نتصور باش يلعب على اليمين. وجدي ما والخنيسي وجوده ضروري على حسب، لا ما نحبش الثاني على حسب الخطه اللي باش يلعب بها. كان باش يلعب اتاك بلاسي ومشات للقدام راه فما نوعيه نتاع ملعبيه بالطبيعه كان باش يلعب الباك وتيلا باش يلعب الكونتر، اسماء الكل باش تبدل، فما اسماء اخرى باش تدخل.
هو شنو يحب من البلان تاع الماتش نتاعو شنو يحب بالضبط سمير ما عندكش لاعبين تاع كوم انا فوالا انا اذا كان باش نلعب البلوك التالي مش نسكر ونستنى وكذا واش نضرب بالكونتر فما نوعيات اخرين تاع الملاعبين تولي اسماء اخرى كان باش تلعب الاتاك بلاسي واش تهاجمهم من الميتون الاول لكن تغير وانت فكره سمير في 4 3 3 يمكن البلوك يبدا طايح بلوك با يبدا في 3 بيفو اللي موجودين ديما هما موجودين كما قال كما ما نحبوش سميو لازم يكونوا 3 بيفو كوستو سيرتو نعرفوا الميلي تيران نتاع نتاع المنتخب الغاني قوي فيزيكمون عندنا اللي لازمنا دومي على اليمين ودومي على اليسار يكونوا دفاعيين يكونوا موجودين وهجوميين لازم يعاونوا الماكسيموم وي طبعا اكيد سنعود الحديث عن التشكيله والايام القادمه اكيد قراءات فنيه متعدده ومختلفه لكن ان شاء الله ينزل التشكيل المناسب للمباراه المناسبه للحدث المناسب لاجل التاهل للدور القادم نيوزل كان مع طبعا ايه جماعي وملك الجبالي في المونتاج قام الناخب الوطني ألان جيريس بزيارة ملعب الإسماعيلية اللي باش يحتضن مواجهة تونس وغانا نهار الاثنين وتفقد جيريس أرضية الميدان وغرف الملابس في انتظار أنه يتحولوا غدوة الملاعبية لزيارة الملعب أكد معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه تم تجربة الفار في زوز مباريات بلكان بشكل سري في الدور الأول من أجل التأكد من جودة التقنية وباش تتكرر التجربة في بعض مباريات الدور الثمن النهائي كما أكد معاذ حجي أنه الاتحاد جاهز لاستخدام الفار بشكل رسمي انطلاقا من الدور الربع النهائي يشهد معسكر المنتخب النيجيري حالة من التوتر والفوضى في علاقة المدرب الألماني جيرنوت رور ببعض اللاعبين اللي اتهمهم بالتقصير والتراخي في المباراة اللي خسرها المنتخب النيجيري ضد مدغشقر بنتيجة 2-0 واللي انجر عليها مشادة كلامية عنيفة بين المدرب والمهاجم إيغالو واللي قرر على إثرها الناخب الألماني استبعاد اللاعب لبقية المسابقة بعد ما تعرض اللاعب الجزائري ياسين الإبراهيمي للإصابة بكدم على مستوى كحل القدم الاختبار الطبي أثبت أنه اللاعب غير جاهز لمباراة الأحد ضد غينيا وبيخضع للعلاج في مقر إقامة منتخب محاربي الصحراء